السلام عليكم، مرحبا أطفالي الأعزاء. اليوم غنكملوا سلسلة ديالنا ديال تعليم الشطرنج عن بعد، وهذه السلسلة جات في إطار أنكم تعلموا الشطرنج في المنازل ديالكم مع الأسرة ديالكم مع الأحبة ديالكم، وما تحسوش بواحد الملل وتلقاو المتعة في الدار وتحاولوا الدار تبقاو فيها وتريحوا مع الوالدين. و فيما سابق درنا واحد السلسلة ديال التكتيكات، واحد الأدوات اللي كنستعملهم في التكتيك، وكل أداة سميناها باقين في هذه السلسلة. واليوم غنديروا واحد الأداة اللي كنقولوا لها الربط أو التسمير بالفرنسية لو كلواج. اش كنعنوا بالربط أو التسمير؟ هو أنني كنربط واحد القطعة، واحد القطعة معينة كنحاول نربطها باش ما تتحركش. الا مشي تتحركت كان نأسر واحد القطعة اللي اهم منها، يعني القطعة اللي مهمة هي اللي كتكون لتحت، والقطعة اللي انا أسرت كتكون الفوق. لحيد ديك الفوقانية كناكل ديك القطعة المهمة. وهذا الربط كينقسم لينا لجوج، كاين الربط اللي هو مطلق كنسموه ربط مطلق، وهو ان ملي كيكون المالك هو لتحت، يعني واحد القطعه معينه كيكون المالك ديالها لتحت والقطعه الاخرى الفوق، يعني ما كيمكنش ان هذيك القطعه تهز. هذا هو، احنا غنشوفوا كل شيء ان شاء الله في الوضعيات. هذا هو الربط المطلق. وكاين الربط النسبي، وهو ملي كتكون قطعه عندها واحد القيمه مهمه ولكن ماشي المالك، كتكون مثلا كتكون مربوطه. وغادي نحاولوا باش نفسروا هذا الشيء مزيان بالوضعيات. الوضعيه الاولى غادي نحاولوا نديروا وضعيه الربط المطلق او الكلواج ابسولي. شوفوا الوضعيه الحاليه، هو غندير نحاول ندير الربط المطلق. الربط المطلق مثلا عندنا الملك وعندنا الحصان. الربط المطلق هو ملي كندير هاد النقله هنا، علاش قلنا الملك كيكون الوراء وكتكون واحد القطعه امامه، هذيك القطعه كتربط او تسمير. لاحظوا ما كنقدرش نهز هاد الحصان، لان الا هزيت هاد الحصان الملك سيؤسر وغنخسر المقابله. واخا مثلا نحط لي اللي حطيت مثلا نفرض نلعب مثلا، واخا نحط الحصان الرخ ما يقدرش الحصان ياكل الرخ، لان كيتسمى مربوط. لان مثلا الا كليت الرخ الفيل غياكل الملك، وهنا ما يمكنش لان الملك هو القطعه اللي قلنا الا مشات القطعه كتخسر المقابله. نشوفوا وضعيه اخرى. الملك الابيض عنده حصان والأسود عنده رخين أو ممالك. كيفاش ممكن نربطو حصان؟ هو بهاد النقلة، الحصان كيتربط. علاش؟ لأن الحصان ما ممكنش يحيد، لأن إلا حيد الحصان الرخ غادي تأكل الملك. وهنا ضروري ما الحصان ما الملك يحاول يحيد ولا الحصان. المهم لقى المصير المحتوم ديالو، وهو غيتكل لان الملك فين غيلعب؟ يلعب هنا، هو غياكل الحصان. ودابا غنشوف واحد الوضعيه اخرى، لان قبل ربطنا الحصان وشلنا انواع الربط المطلق بالحصان في العمود وشلنا في الوتر، ودابا ثاني غنشوفوا بان اي قطعه ممكن تربط رغم قوتها. رغم مثلا هنا فين بان لكم الربط؟ وهو غنربط الوزير لو كلواج لا دام. وما يقدرش الوزير ياكلو لان الحصان حامي الفيل، وما يقدرش الوزير يغادر هاد الخانه لان مربوط، لان الملك الى لحيد من الخانه الابيض يؤسر الملك. ولكن ضروري ماشي قطعه تحمي القطعه اللي غادي تربط. مثلا كون ما كانش الحصان، كون كان الحصان مثلا هنا
وكان الحصان مثلا في خانة أخرى وربطتي الوزير، الوزير كياكل يقدر ياكل لك هذا، وكتما كتضيع النقلة وما كتستغلش الربط، ولكن خصني ضروري من القطعة اللي غادي دير الربط تكون محمية. هذا الحصان يحمي، يحمي الفيل، والوزير غادي ما عندوش فين يمشي، اذا ضروري ما غادي ياكل والاخر ياكل هنا. وواحد النصيحه هو ان ملي يكون الربط ديما نستغلوا. مثلا غندير لكم واحد الوضعيه كيفاش كنستغل الربط. هو مثلا ملي يكون عندي واحد مثلا هذا الحصان مربوط، مربوط الحصان، ملي كنربطه مثلا كنربط الحصان، الاخر لما كانت لما كانوش الارخاخ وداكشي الملك ممكن كيتحرك كيجي مثلا كيحمي القطعه المربوطه. الى كليت مثلا لنفرض كليت غياكلني بالملك وانا ما مستفدتش من هذا الربط. ولهذا ملي تكون الوضعيه مثلا تاع الربط مثلا هنا مثلا الملك جحمه نخليه نشوف شي قطعه اخرى ديالي اللي ممكن طلب لي هذا الحصان. مثلا عندي واحد الحصان ديالي او الرخ، مثلا عندي هنا مثلا الرخ كنجي كندير القوه الثانيه هنا كندير واحد العمليه كنزيد القوات بحال كنهجم بقوات متعدده، هو كيدافع بقواته وانا كنشوف واللي اكبر في العدد ملي كنولي اكبر منه في العدد في القوه ديك الساعه كندير التبادل لان غنستافد واحد القطعه معينه. هو هذا شوف دابا حنا مثلا عندي القوه الاولى، القوه الثانيه هو عنده قوه واحده اللي حاميه، حتى هو الخصم كيجيب قوه اخرى، اذا هنا ما نتبادلش لان الا كليته غادي ياكلني وغادي ناكلو وغادي ياكلني وانا ما استفدت والو. لا خصني نستافد كما قلنا ضروري ما نستافد من وضعيه الاداه التكتيكيه اللي هي كنقول لك واش خصني نستافد منها. اذا مثلا كنجي هنا عندي مثلا حصان اخر شتو دار القوه، كنجي مثلا عندي حصان اخر مثلا هنا كنجيب الحصان واخا هو انا لاحظتوه حطيت واحد الخانه اللي ما محميش، يعني يقدر ياكله ولكن لا لانه مربوط ما يقدرش. اذا القوه الاولى الثانيه الثالثه هو عنده جوج، عنده شي قوه اخرى هو كيجيبها ما عندوش، الا ما جابهاش في هذه الحاله ما عنده ما يدير كيجي يبغي يطلب لي الحصان كناكل. شوفوا شحال من قطعه ناكل، كناكل الحصان الاول كياكلني بلاتور او بالرخ، كناكلو بالفيل الشيك شاه راك عرفتو شاه ما يقدرش ياكل لان الفيل حامي حاميه هاد وكيمشي لهاد، وكنكون انا اللي منتصر لانني ربحت جوج قطع هو ربح قطع. ولهذا النصيحه هو ان ملي كتكون في وضعيه ملي كتكون رابط واحد القطعه ما تحاولش تبادل دغيا، حاول تزيد القوات ديالك باش مثلا تستافد من هذيك الربط. اذا من خلال هذه الوضعيات ديال الربط حاولنا نعرفوا بالربط وحاولنا نوروا القيمه ديال الربط، بان الربط واحد الاداه اللي هي اللي هي قويه وخاص الانسان يحاول يستغلها باش يستافد من هذيك الاداه ديال الكلواج. ودرنا الكلواج الابسولي وهو الربط المطلق، وفي الحصة الأخرى إن شاء الله غنحاولوا نديروا الربط النسبي والربط المعكوس. وفي النهاية أقول لكم بقاو في ديوركم، الشطرنج جاي عندكم.